هي ابنة اللاذقية التي عاشت في الظلام وخلف الأضواء بعيداً عن صخب السياسة، فلم يعرف عنها إلا القليل. سلوكها الرزين وزيها المحتشم وثقافتها كان أكثر ما تميزت به زوجة الرئيس حافظ الأسد. فرغم أنها عاشت في القصور الرئاسية وكانت ابنة لرجل أعمال معروف، إلا أنه حتى يوم رحيلها لم تعرفها الكاميرات. إنها أنيسة مخلوف، زوجة حافظ الأسد ووالدة رئيس النظام الحالي بسوريا. فما قصتها؟ إنها أرملة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ووالدته ابنه ووريثه في رئاسة البلاد بشار. اسمها أنيسة مخلوف، ولدت عام 1930 لعائلة تنحدر من بلدة بستان الباشا التابعة لمدينة جبلة في ريف اللاذقية. تزوجت وهي في 28 من عمرها بحافظ الأسد، رغم اعتراض العائلة عليه لانتمائه لأحزاب سياسية تتعارض مع أفكارها. كما أن سليمان الوحش والد حافظ الأسد كان غير معروفاً لدى سكان مدينة القرداحة، حيث يقال إنه كان وافداً إليها ويسكن مع أسرته عند مدخل المدينة. وكانت عائلة آل الأسد معروفة بأنها أفقر عائلة في المدينة، لكن الأحوال تبدلت مع صعود الطائفة العلوية في البلاد، فتلك العائلة الفقيرة لم يخيل إلى أحد يومها أنها ستحكم سوريا لعقود طويلة. بعد زواج حافظ الأسد من أنيسة مخلوف وتسلمه السلطة في سوريا، لم يرى السوريون يوماً صوراً لأنيسة إلا أندار، فهي كانت لا تفضل صخب وسائل الأعلام رغم أنها زوجة رئيس وأما لآخر. ورغم أن أنيسة مخلوف كانت بعيدة عن الإعلام ولم تشارك في أي قرارات أو تتدخل في شؤون الدولة، إلا أن البعض وخاصة من المعارضين اتهموا أنيسة بقيادتها مشروع توريث الحكم داخل عائلة الأسد. فبعد وفاة الرئيس حافظ الأسد وقبل إعلان الخبر، جمعت أنيسة أفراد العائلة وانضم لهم آصف شوكت زوج ابنتها بشرى لأول مرة في اجتماع خاص بالعائلة. وخلال الاجتماع الذي حضره كبار مسؤولي سوريا، أمرت أنيسة مخلوف باستنفار كل الوحدات العسكرية وتسيير دوريات الأمن في شوارع دمشق لتعلن بشكل رسمي رحيل الرئيس الأسد وتجهيز السلطة لنجله بشار. وبحسب تسريبات منتشرة، فإن أنيسة مخلوف كانت على لائحة الشخصيات السورية التي فرض عليها عقوبات، ومن بينهم أيضاً زوجة الرئيس بشار وشقيقته. وفي يوم السبت الموافق 6 من فبراير شباط عام 2016، رحلت أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد في العاصمة السورية دمشق.